السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم إن شاء الله حيكون الأدرينال إبلاند أو الغدة الكظرية. الغدة الكظرية هي عبارة عن غدة توجد فوق الكلية وتأخذ شكل البيراميد أو شكل الهرمي، وهي طبعا عندنا طالما فينو عندي كليتين فبالتالي أنا عندي زوجين من أو زوج من الأدرينال جلاند موجود كل غدة فوق الكلية، وزنها من 6 إلى 10 جرام. بتتصرف غدة الأدرينال جلاند من حيث الاستركشر والفانكشن كأنها غدتين مع بعض، وهذا راجع إلى اختلاف النسيج في طبق في منطقتين معينات داخل الأدرينال جلاند، وراجع إلى أن كل منطقة من هذه المناطق لها إفراز معين من الهرمونات. فنجد أن قشرة الغدة هي الأدرينال كورتكس بتشكل 80 إلى 90% من الغدة، وهي تحتوي على نسيج يحتوي على جرانيولز، وهي نشأت من الإمبريونيك ميزوديرم. إذا هي نشأت من طبقة الميزوديرم أثناء وجود الجنين أو أثناء تطور الجنين. أما الأدرينال مظلة بتشكل 10 إلى 20% من الغدة، وهي نشأت من نيورال إكتوديرم، وهي متعرف بأنها موديفيكيشن للسيمباثيك جانجليون اللي هو العقد العصبية. الأدرينال كورتكس بتكون وبتعمل على إطلاق هرمونات الستيرويد والتي عرفت بالكورتيكوستيرويد، وهذا بوصلنا إلى أنه الأدرينال كورتكس تتكون من 3 طبقات معينة من الخلايا، كل طبقة منها لها إفراز مختلف من الكورتيكوستيرويد. فنجد أن الزونا جلوميرولوزا بتفرز مينيرالوكورتيكويدز، وغالبا المينيرالوكورتيكويدز اهم عنصر فيها او اهم هرمون فيها هو الالدستيرون. الزونا اوف فاسيكولاتا الزونا اوف فاسيكولاتا بتفرز الكورتيكوستيرويدز والاندروجينز، والكورتيكوستيرويدز اهم نوع منها هم الكورتيزول والكورتيكوستيرون. اما الزونا اوف ريتيكولاريس بتفرز الجونادو كورتيكويدز بالإضافة إلى الكورتيكوستيرويدز. أهم الجونادو كورتيكويدز بتفرز هو دي هيدرو إبي أندوستيرون اللي هو DHEA كاختصار إله. إذن الأدرينال جلاند تتكون من منطقتين، الأدرينال كورتكس هي الطبقة الخارجية، أما اللب الغدة يسمى ميدلا موجود في المنتصف. نجي للأدرينال كورتكس بتكون من طبقة من الخارج إلى الداخل زونا في جلوميرولوزا فاسيكولاتا، وإلى الداخل نجد اللي هو الريتيكولاريس. تمام، الريتيكولاريس موجودة مباشرة فوق الأدرينال مظلة. عملية التحكم في إفراز هرمونات الأدرينال جلاند عن طريق الـ HPA وذكرناها سابقا عن طريق الهايبوثالاموس بيتيوتري أدرينال أكسس. فنجد أنه بتحكم في إفراز هرمونات الغدة الكظرية أو الأدرينال جلاند هو الهايبوثالاموس، وهذا يحدث إذا تعرض هذا الشخص إلى ستريس أو تعرض إلى أي تأثير فيزيولوجي physical أو emotional أو biochemical reaction أو change. بيحدث أنه تصل إشارة عصبية من center nervous system إلى الهايبوثالاموس، وبتبدأ الهايبوثالاموس الآن بتعمل عملية release للكورتيكوريليزنج هرمون الذي نجد له مستقبلات على سطح البيتيوتري إجلاند، تحديدا الانتيرير لوب أوف بيتيوتري إجلاند، وهذا يؤدي إلى ما هو تأثير كورتيكو ريليزنج هرمون على البيتيوتري. اول حاجه بيرتبط الكورتيكو ريليزنج هرمون على الريسبتورز، وهي الريسبتورز هي عباره عن جي بروتين كابل ريسبتورز، بنشط من خلالها الادينال سايكليز اللي بحفز تحويل او تكوين السايكليك ام بي. السايكليك ام بي بنشط بروتين كاينيزز اللي بيعمل عمليه بيساعد على دخول الكالسيوم الى داخل خليه البيتيوتري جلاند، ووجود الكالسيوم بيساعد على تحرير الجرانيولز اللي تحتوي على الاي سي تي اتش. الان بمجرد إطلاق الـ ACTH يجد له مستقبلات على سطح الأدرينال إجلاند، وبيبدأ الآن يشتغل بأنه برضو بيرتبط على ريسبتورز. هاي ريسبتورز عبارة عن جي بروتين كابل ريسبتورز، وما ننساش أنه هاي ريسبتورز هي نفسها ريسبتور الميلانوكورتيكو كورتين 2 ريسبتورز اللي بترتبط على الميلاتونين، بيرتبط عليها الميلاتونين. فنجد انه الاي سي تي اتش مرتبط بهذا الريسبتور بحفز الادينيلات سايكليز اللي بنشط تحويل السايكليك ام بي، وهذا يؤدي الى تنشيط البايروفيت كاينيزز او بروتين كاينيزز،
بيزود من معدل نشاط انزيمات البي 450 وبيزود من معدل تصنيع الانزيمات الضروريه في عمليات تكوين الكورتيزول، تمام؟ وبالتالي بتبدا عمليه اطلاق هرمونات الادرينال إجلاند. لان عمليه تكوين الاستيرويد هرمون تنشا من الكورتيزول، اذا من الكوليسترول عفوا. الكوليسترول هو النواه الاساسيه لبناء هذه الهرمونات. فنجد ان الادرينال كورتكس بتفرز الالدستيرون والكورتيزول، بينما ايضا نفس النواهي الكورتيزول هو النواه الاساسيه لتكوين هرمونات الاستروجين والاستراديول من الاوفري. عمليه تكوين الاستيرويد هرمون تنشا من زي ما حكينا سابقا من الكوليسترول، والكوليسترول بيكون موجود كنوع من انواع الليبيد في الجسم على هيئه ليبيد دروبلت، بتكون موجود في الكورتيكال سيل داخل الادرينال اجلاند، وتكون موجوده على هيئه كوليسترول استر مرتبطه مع ال دي ال، تمام، على هيئه ال دي ال. الان بيبدا عمليه تحرير الكوليسترول من اماكن تواجده، بيتحرر من ال دي ال، وبالتالي بيتم اطلاقه الى البلد، او ممكن يتكون من الاسيتات، تمام. اذا بيتم تحرير الكوليسترول من ال دي ال او من الاسيتات، وبالتالي كون الكوليسترول اللي او تحرر الكوليسترول اللي ضروري لبناء الاستيرويد هرمون من الادرينال اجلاند. الاستيرويد هرمون وبتتكون وبيتم افرازها مباشرة عند الحاجة ولا تخزن. إذا الاستيرويد هرمون زي ما ذكرنا سابقا لا يحدث لها تخزين إطلاقا، معدل تكوينها هو معدل إخراجها، تمام. فعملية إطلاقها بيتم بمعدل اللي هو تكوينها، تمام. والآن بيبدأ أول عملية تكوين، أول خطوة من خطوة تكوين الاستيرويد هرمون هي تحويل الكوليسترول إلى بريبريجنينول. إذا الكوليسترول لازم يتحول إلى بريبريجنينول. هذا المركب هيبدأ الآن يتحول إلى يتم عمليات كيميائية عليه عشان يتحول إلى الهرمونات المطلوبة. طبعا عشان يتحول الكوليسترول إلى بريجنينول محتاج إلى إنزيم يسمى كوليسترول ديسموليز، تمام. الآن بمجرد ما تتكون الاستيرويد هرمون على طول بتم إفرازها إلى الخارج، تخرج من الخلية المنتجة مباشرة بتروح للتارجت سيل. إذا بعد عملية السكريشن لابد من الاستيرويد هرمون إنها ترتبط ببروتينات عشان يحدث لها عملية نقل. من ضمن هاي البروتينات هو كورتيكو أو كورتيزول بايندينج جلوبيولين والألبومين. إذا السي بي جي هو عبارة عن كورتيزول بايندينج جلوبيولين، والألبومين هم تعتبر البروتينات الناقلة لهذه الهرمونات اللي هي استيرويد هرمون. الآن عشان تبدأ عمل تصنيع الاستيرويد هرمونز محتاج مجموعة من الإنزيمات من ضمنها ديسموليز، وهذا بيعمل على تكسير السايد تشين الموجودة في الكوليسترول. محتاجين 3B هيدروكسستيرويد دي هيدروجينيز أو 3 بيتا HSD، محتاجين إنزيم 17 ألفا هيدروكسيليز أو بسموه 17-20 لايز اللي هو البي 450 C17. الآن هذا الإنزيم موجود في الأدرينال إجلاند ولا يوجد في الجلوميروزا، لا يوجد في الجلوميروزا سيل، تمام. في عندنا 21 هيدروكسيليز، طبعا لهم أسماء أخرى حسب البي 450 C21، 11 بيتا هيدروكسيليز اللي هو بي 450 C11، والألدستيرون سينثيز. هذه هي كل الإنزيمات اللي تدخل في تصنيع الاستيرويد هرمونز اللي هي هرمونات الأدرينال كورتكس. إذا تنشأ من الكوليسترول، الكوليسترول بتحول بروجنينول بفعل اللي هو ديسموليز، بعد هيك بفعل إنزيم 3 بيتا HSD بيتحول إلى بروجستيرون، وبعد هيك بفعل إنزيم آخر يتحول إلى مركب وسطي هو دوكسي كورتيكوستيرون، بعد هيك كورتيكوستيرون، وبعد هيك برجع بتحول إلى ألدستيرون، تمام. الآن البروجنينول أيضا بيتجه بفعل إنزيم آخر بتحول إلى مركب وسطي اللي هو 17 هيدروكسي بروجنينولون، وبعد هيك بتحول لمركب آخر وسطي عشان يعطينا الكوليسترول، تمام، يعطينا الكورتيزول. الآن أيضا هذا المركب لو بفعل إنزيم سيتوكروم 17 بيعطينا دي هيدرو إبين أندستيرون، وهي تعتبر نوع من أنواع الأندروجينز. إنزيم آخر بيعطينا بيحول هذا المركب إلى أندوستيرون ديون، وأيضا بتحول إلى استرون،
ويتحول الاستراديول. إذا هو فيه هي هذه كلها تعتبر الاندروجينز، بالإضافة إلى إنه الاندستيرون دايون بيعطينا اللي هو التستوستيرون. ما هو تأثير الأدرينال استيرويد؟ أو ما هو تأثير الخلل في عملية تصنيع الهرمونات؟ لو حدث عندنا جينيتك ديفكت في تصنيع الاستيرويد هرمون من الأدرينال إجلان، هذا بيحدث في حالات الكونجينيتال أدرينال هايبربليزيا. تمام؟ الآن لو حدث خلل جيني في عملية تصنيع، خلل جيني المقصود فيه أنه لو صار في عندي خلل في أي إنزيم ضروري من الإنزيمات الضرورية لتصنيع هذه الهرمونات، فبالتالي حيحدث انخفاض في تصنيع الكورتيزول، لكن في المقابل في عندنا الإشارة اللي جاية من البيتيوتري بيصير في عندي زيادة للACTH، وزيادة الACTH بتحفز من عملية نمو الأدرينال جلاند، وبالتالي بيصير عندها هايبربليزيا، يعني بيصير في زيادة في حجم الأدرينال جلاند ناتج عن زيادة في حجم الخلايا تحت تأثير الACTH. تمام؟ وهذا يحدث زي في بعض الحالات اللي هو بيحدث فيها نقص ل 21 هيدروكسيليز. فبنجد انه فيش عملية تصنيع للكورتيزول كورتيكوستيرون والألدستيرون، فبالتالي هذا الشخص يعاني في نقص في هذه الهرمونات، في المقابل الACTH عنده عالي، فبالتالي حيصير تستجيب خلية الأدرينال إجلاند لارتفاع الACTH، فبزيد من نمو خلاياها، بتكبر الخلايا وبصير في زيادة في حجم الخلية. في المقابل طالما فيش عندي تكوين للكورتيزول، لو رجعنا رجوع الخلايا طالما انه صار في عندي خلل في هذا الباثوي، معناته قدام ال 17 هيدروكسي بريجنولون انه يتحول الى الاندروجينز اللي هو هرمونات الهرمونات الذكريه. تمام؟ فبصير عندنا زياده في افراز الاندروجينز. طيب في عندنا حاله مرضيه، لو حدثت هذه الحاله عندي النساء فبتعمل عمليه فيريلايزيشن اوف فيميل، ايش معناها؟ معناها بصير في عندها ظهور عليها صفات ذكريه زي ظهور الشعر واللي هو المصب، المهم بصير في عندها ظهور للصفات الذكريه. الان ما هو فعل الاستيرويدز هرمون؟ زي ما ذكرنا سابقا ان الاستيرويدز هرمون عشان تبدا تشتغل تخرج من الخلية المنتجة أو من الغدة اللي أنتجت هذا الهرمون، ترتبط ببروتين كارير ينقلها إلى التارجت سيل، لكن الهرمون بيتحرر من البروتين الناقل ويدخل إلى الخلية دون ما يكون مرتبط بالبروتين. الآن هذا الهرمون يدخل إلى داخل الخلية، يرتبط بمستقبلات موجودة داخل السيتوبلازم، وهذا الهرمون بيدخل إلى ريجوليتوري إليمنت تبعته موجودة في الدي إن إيه، موجودة على مستقبلات على الدي إن إيه، بالتالي بيعمل أكتيفيشن للجين إكسبريشن. الدي إن إيه بتحول لمسنجر آر إن إيه، يغادر مسنجر آر إن إيه النواة إلى الريبوزوم، وبالتالي بيحدث عمل ترانزليشن وبيخرج على هيئة بروتين. قد يكون هذا البروتين عبارة عن إنزيم ضروري في عمليات وتصنيع عمليات أخرى، وممكن يكون في عنا بعض الاستيرويدز هرمون تدخل مباشرة من الممبرين على طول إلى بتدخل مباشرة على الممبرين عن طريق أنها ترتبط بسيل ريسبتورز موجودة على الممبرين، وهو بكون إلها رابيد ريسبونس، بكون التأثير تبعها سريع، لكن تأثيرها على الجين إكسبريشن بيكون بياخد وقت عبال ما يتحول الدي إن إيه لآر إن إيه، وبعدين يترجم البروتين المسنجر آر إن إيه يترجم إلى البروتين. فهذا الأكشن بياخد وقت على العكس تماما من دخول بعض الاستيرويدز هرمون، تدخل مباشرة إلى الخلايا عن طريق الريسبتورز موجود على سطحها، وبالتالي بيكون الريسبونس إلها سريع. بالنسبة للمينيرالوكورتيكويز، تفرز المينيرالوكورتيكويز من الجلوميرولوزا، بتعمل تنظيم ل الالكترولايتس اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم، وسوات وبتنظم الاكسترا سيلولر فلويد، اذا هي تنظم معدل الالكترولايتس الموجوده في السوائل الخارج خلويه. من ضمن المينيرالوكورتيكويد واهم واحد يعتبر الالدستيرون، هو اكثر المينيرالوكورتيكويد اهميه نظرا لانه بيحافظ على توازن الصوديوم وبيمنع عملية خروجه إلى خارج الجسم عن طريق الكلية. إذا بيعمل عملية بيساعد على عمل ريأبزوربشن للصوديوم، أيضا بيحفز عملية زي ما حكينا ريأبزوربشن للصوديوم من الكلية، وبيساعد على إخراج البوتاسيوم إلى الخارج مع البول.
الالدستيرون سيكريشن تبعه بيتم يخرج عبر استيمولس، لازم يكون هناك محفز لخروجه. المحفز اللي بيساعد على اطلاق الالدستيرون هو انخفاض حجم الدم او انخفاض ضغط الدم، وهذا يحدث عن طريق الرينين انجيوتنسين سيستم. تمام. الشغله الثانيه اللي بتحفز الالدستيرون او اطلاق الالدستيرون هو انخفاض الصوديوم وارتفاع البوتاسيوم في الجسم، وايضا ارتفاع الاي سي تي اتش بيحفز اطلاق الالدستيرون. الان هناك اربع ميكانيزمات اساسيه بتساعد على خروج، هي الاساس في عمليه التحكم في افراز الالدستيرون. اول اليه هي الرينين انجيوتنسين ميكانيزم، وهذا يحدث من الكليه بتعمل على افراز الرينين، وبيبدا يتحول الرينين الى انجيوتنسين 2، وبالتالي بيساعد على عمل ريليز، هذا يؤدي الى ريليز للالدستيرون، اطلاق الالدستيرون. 2 بلازما كونسنتريشن للصوديوم والبوتاسيوم، فنجد انه هذا تاثير تركيز الصوديوم والبوتاسيوم في البلازما هو تاثير مباشر على الزونه اوف جلوميرولوزا، وبيساعدها على انها تفرز الالدستيرون مباشره. الاي سي تي اتش بيسبب زيادة بسيطة في الالدستيرون خلال الاسترس إذا تعرض هذا الشخص إلى استرس. أما الأتريال ناتريوتر بيبتايد الـ AMP، الـ AMP يفرز من القلب وتأثيره مثبط على إفراز الالدستيرون، فبالتالي بيثبط النشاط الزونة أوف جلوميرولوزا، بالتالي يثبط إفراز الالدستيرون. وهذا بيحدث الآن إذا تعرض الشخص إلى استرس، نجد أن الهايبوثالاموس تفرز الكورتيكو ريليزنج هرمون الذي أثر على البيتوتري فتفرز الـ ACTH، نجد الـ ACTH تأثيره على الجلوميرولوزا وبيساعد على عمل ريليز للألدستيرون، وبالتالي بيساعد على عمل ريأبزوربشن للصوديوم وزيادة في إخراج البوتاسيوم. أيضا نجد أنه تركيز الصوديوم والبوتاسيوم أيضا له تأثير مباشر على الجلوميرولوزا، فلو انخفض الصوديوم وارتفع البوتاسيوم في الدم نجد أن هذا التأثير المباشر على طول بيحفز الكلية إنها بيحفز الأدرينالين تفرز الألدستيرون، وبالتالي الكلية بتعمل ريأبزوربشن للصوديوم والبوتاسيوم. أيضا لو حدث انخفاض في حجم السوائل في الجسم نجد أنه بيأثر على الكلية، بالتالي الكلية بتفرز الرينين، الرينين بتحول أنجوتنسين 2 اللي بيساعد على إفراز الألدستيرون من الجلوميرولوزا، وبالتالي نفس الإفكت إنه بيزود من معدل امتصاص الصوديوم وبيساعد على إطلاق البوتاسيوم إلى خارج الجسم عن طريق اليورين. الآن لو زاد حجم أو زاد ضغط الدم أو زاد البلد صوديوم، زاد تركيز الصوديوم في الدم أو زاد الضغط الدم، هذا يؤدي إلى إنها إشارة مباشرة على طول، تشعر القلب على طول بزيادة ضغط الدم وزيادة حجم الدم، فبتفرز على طول الـ AMP اللي هو Arterial Natriuretic Peptide اللي له تأثير مثبط على الجلوميرولوزا، وبالتالي بيمنعها من إفراز الألدستيرون. بهيك بصير في عنا تنظيم للصوديوم والبوتاسيوم وحجم الدم عن طريق هذه الأربع ميكانيزمات. نيجي ما هو تأثير الألدستيرون. الألدستيرون بيحفز عملية الريأبزوربشن للصوديوم من الديستال تيوبز الموجودة في الكلية ومن كولكتنج داكت للنيفرون، وأيضا بيحفز عملية إطلاق الهيدروجين، أيونات الهيدروجين والبوتاسيوم إلى الخارج مع البول، وذلك عن طريق أنه بيزود من معدل الإكسبريشن والترانزكريبشن للصوديوم بوتاسيوم بوم. صوديوم بوتاسيوم بوم عبارة عن بوابات بروتونية موجودة على سطح الخلايا. الآن هذا طالما إنها بروتين، فبالتالي عملية تكوين البروتين عن طريق إكسبريشن لدي إن إيه لجين معين بتحول لمسنجر آر إن إيه، وبالتالي بتترجم إلى مين؟ إلى بروتين. فبزود من معدل تكوين الصوديوم بوتاسيوم بمب اللي هو بروتينات اللي بتعمل على إعادة امتصاص، تساعد على إعادة امتصاص الصوديوم وطرح البوتاسيوم، وأيضا بيزود من معدل الإكسبريشن لقنوات الصوديوم الموجودة على الخلايا، وأيضا بيزود من اللي هو الصوديوم بوتاسيوم كلورايد كوترانسبورتر، عبارة عن بروتينات ناقلة. تمام. أيضا بيساعد على عملية زيادة حجم الإكسترا سيلولار فلويد، السوائل الخارج خلوية. الألدستيرون نشوف تأثيره في الديزيز. الآن لو حدث فشل كامل في عملية إطلاق الألدستيرون، يؤدي ذلك إلى موت هذا الشخص، وهذا الموت ينتج بسبب الجفاف ونقص حجم السائل، نقص ضغط
ضغط الدم ونقص في حجم الدم. أما في حالة الهايبر ألدوستيرون، حالة زيادة الألدوستيرون، هذا يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم مصاحب إلى زيادة في حجم الدم. لو صار في عنا الأوفر برودكشن للألدوستيرون قد يكون على عدة مستويات، إما برايمري كوز وهذا يحدث بسبب خلل في الأدرينال جلاند، أو يحدث سكندري وناتج عن أسباب أخرى. فلما يقول في البرايمري كوز لا الألدوستيرون، زيادة في إفراز الألدوسترون بيكون مصحوب بما هو عبارة عن مرض الكونز سيندروم. إذا كونز سيندروم هو عبارة عن مرض يتصل في زيادة بإفراز الألدوسترون، وهذا يحدث بسبب الأدينوما، ممكن يكون ورم في غدة الأدرينال جلاند، نوديولار هايبربليزيا يعني زيادة في حجم الزون أوف جلوميرولوزا، وبالتالي بيزود من معدل نشاطها، وبالتالي بيصير في زيادة في إفراز الألدوستيرون. أما سكندري راجع لأسباب أخرى، ممكن يكون سيروسيس تليف أو سايتس، أو ممكن يكون نيفروتيك سيندروم. ما هي الأعراض اللي بيعاني منها مريض الأوفر برودكشن للألدوستيرون اللي هو سواء كان برايمري أو سكندري؟ بيعاني من هيديك، صداع، من انخفاض في البوتاسيوم، وانخفاض البوتاسيوم يؤدي ذلك الضعف في العضلات. 2-3 بيزود من معدل الصوديوم، زيادة في حجم الدم، وفي زيادة في التبول الليلي نوكتيرنال بوليوريا، بالإضافة إلى في عنا تشنجات في الهاند كرامبينج. العلاج إنه طالما في السبب كان أدينوما، لو كان أدينوما بيعمل سيرجيكال إلها، بزيل الأدينوما، بزيل الورم هذا، وإعطاء ميديكيشن للهايبربليزيا عشان تمنع اللي هو النمو للغلوميرولوزا زي اللي هو إسبيرونو لاكتون. الآن نيجي لنوع آخر من الهرمونات هو الكورتيكوستيرويد، اللي هو جلوكوكورتيكويد. جلوكوكورتيكويد تفرز من الفاسيكولاتا والريتيكولاريس. جلوكوكورتيكويد من ضمنها اللي هو الكورتيزول، بيعمل على زيادة معدل الجلوكوز في الدم، وعن طريق شغلتين أساسيات، إنه بيساعد على تكسير البروتين وتحرير الأمينو أسيد منه، وبالتالي يصبح الأمينو أسيد حر، وهذا اللي بيساعد على إنه الليفر تأخذ الأمينو أسيد، تبدأ عملية الجلوكونيوجينيسيس، تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية. التارجت تيشو بالنسبة للكورتيزول هو كل الجسم، كل خلايا وأنسجة الجسم عرضة إنها هي تارجت للكورتيزول. تمام. الآن اللي بيفرز الكورتيزول تحت تأثير كورتيكوريليزنج هرمون الهايبوثالاموس، وبالتالي بيساعد على إفراز الاسي تي اتش من البيتيوتري جلاند. أيضا وجدوا أن الأنديوريتيك هرمون محفز أيضا لإطلاق الاسي تي اتش. الاسي تي اتش يفرز من البيتيوتري جلاند، بحفز الكورتيزول أنه يتكون ويخرج بعد عملية تكوينه إلى الخارج. كورتيكوريليزنج هرمون مع الاسي تي اتش بيفرز على هيئة بولسز كما ذكرنا سابقا، ووجدوا انه اعلى قيمه للاسي تي اتش كافراز للاسي تي اتش واعلى نشاط له بيكون في الصباح الباكر، وبالتالي بعد اللي هو في الليت افترون يعني بعد الظهر في الاوقات المتاخره من الظهيره، نجد انه هذا التركيز للاسي تي اتش ينخفض. الان بدنا نشوف البرايمري والسكندري هايبر سكريشن للكورتيزول. الآن في الصورة الأولانية نجد أنه عندي هنا حالة هايبر سكريشن، سكندر هايبر سكريشن بسبب خلل في الهايبوثالاموس. الآن إيش بصير؟ لو عندي خلل في الهايبوثالاموس حيؤدي ذلك إلى زيادة إفراز الكورتيكوريليزنج هرمون، يؤثر على البتيوتري بإفراز الأسي تي اتش، وهذا يؤدي على أن الكورتيزول يتحفز، وبالتالي يصبح هناك زيادة في إنتاج الكورتيزول. الآن الكورتيزول بيخرج، والمفروض انه يكون هو نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على مستوى الهرمونات السي ار اتش والاي سي تي اتش، لكن لا تستجيب، لان المشكله ليست في الادرينال جلاند وانما المشكله في الهايبوثالاموس. فنجد في حاله السكندر هايبر سكريشن للكورتيزول بسبب خلل في الهايبوثالاموس، نجد ارتفاع في السي ار اتش وارتفاع في الـ ACTH وارتفاع في الكورتيزول، ولا تستجيب للنيجاتيف فيدباك. أما إذا كان عندي secondary hyper secretion وهذا راجع إلى خلل في البيتيوتري جلاند، نجد أنه الهايبوثالاموس بتعمل
طالما انه الخلل في البيتوتري جلاند معناته الاي سي تي اتش بضله متحفز وفي عندي افراز منه. هذا الافراز ساعد على انه الكورتيزول يفرز بشكل كبير، فبالتالي نجد انه طالما افرز الكورتيزول بشكل كبير يعتبره نيجاتيف فيدباك على مستويين، على مستوى البيتوتري وعلى مستوى الهايبوثالاموس. لكن لانه الخلل في البيتوتري جلاند لا تستجيب لهذا النيجاتيف فيدباك، لكن مين اللي بيستجيب؟ هو الهايبوثالموس، فبتمنع افراز السي ار اتش. اذا المشكله لو كانت في البيتيوتري نجد انه السي ار اتش كورتيكوريليزنج هرمون منخفض، الاي سي تي اتش عالي، ونجد انه الكورتيزول لا يستجيب، الكورتيزول يبقى مرتفع لانه الاي سي تي اتش ما زال مرتفع، فنجد ان الكورتيزول عالي. اما لو كان السبب هايبر سكريشن برايمر هايبر سكريشن والخلل خلل في الادرينال كورتكس، نجد انه الكورتيزول عالي، لكن لعلو الكورتيزول تعتبر فيدباك نيجاتيف فيدباك على مستوى البيتيوتري وتستجيب له، ونيجاتيف فيدباك على مستوى الهايبوثالاموس وتستجيب، ونجد انه سي ار اتش منخفض، اي سي تي اتش منخفض، اما الكورتيزول نجد انه زياده في افراز الكورتيزول. الآن عملية إطلاق الـ ACTH بعد ما يفرز بنجد إنه الكورتيزول بيبدأ يرتفع بعد 15 إلى 30 دقيقة من إفراز الـ ACTH، تمام؟ ونجد إنه هناك إبيسودز اللي هي عبارة عن دفعات من إطلاق الكورتيزول في اليوم، نجدها من 7 إلى 15 مرة في اليوم. وهناك في بيرست المقصود فيها عملية دفعة قوية للكورتيزول، إطلاق الكورتيزول بيكون أعلى قيمة له في الصباح المبكر بعد الصحوة من النوم مباشرة، تمام؟ وهذا ببين بعد اللي هو الاستيقاظ من النوم، نجد أن الـ ACTH عالي ونجد أن الكورتيزول أعلى قيمة له. كيف تنتقل الاستيرويدز هرمون؟ تنتقل الاستيرويدز هرمون بعد ما تتحرر من الادرينال كورتكس، مرتبطة ببروتينات، وعندنا البروتين الناقل هو السي بي جي كورتيزول بايندينج جلوبيولين، وسميناه ترانز كورتين. هو اسمه ترانس كورتين لانه ينقل الكورتيزول، نوعه هو من الجلوبيولين فهو بيرتبط مع الكورتيزول. والبروتين الثاني هو الألبومين، لكن نجد نسبة ضئيلة جدا من الاستيرويدز هرمون، ونسبتها ضئيلة جدا حوالي 2% تتحرك بشكل حر، وهي تعتبر أكتيف، هي الشق الحر الذي لا يرتبط بالبروتين هو يعتبر القيمة الأكتيف، تمام؟ البيولوجيكال أكتيف من هرمونات الاستيرويدز هرمون هي تقريبا 2%، أما الباقي بيكون مرتبط مع البروتينات، تمام؟ عشان يعبر الى التارجت سيل او التارجت تيشو بيدخل الهرمون الى داخل الخليه المستهدفه بعد ما ينفصل عن البروتين الناقل له. اذا نرجع مره ثانيه، اذا تعرض الى الشخص الى ستريس وتعرض الى اللي هو تغير في الريثميا، اللي هو تعرض الى تغيرات معينه في الجسم، يؤدي ذلك الى الهايبوثالاموس تتحفز بانتاج الكورتيكوريزم هرمون، بيأثر على البيتيوتري جلاند، بتفرز ACTH، وبالتالي الأدرينال كورتكس بيعمل على إطلاق الكورتيزول، لأن إطلاق الكورتيزول يعتبر في الوضع الطبيعي نيجاتيف فيدباك على مستوى البيتيوتري وعلى مستوى الهايبوثالاموس، بالتالي بيصير عملية ريجوليشن لإطلاق الكورتيزول. إذا عملية إطلاق الكورتيزول تحدث تحت تأثير اللي هو فيزيكال تروما، إذا تعرض إلى ضربة في ضربة أو أي حادث، infection، تعرض لحرارة شديدة أو برد شديد، إذا حدث إنه عمل exercise لدرجة الإجهاد نجد الكورتيزول يفرز، وإذا تعرض الشخص إلى توتر ذهني وإلى توتر ذهني شديد فبالتالي يطلق الكورتيزول. الكورتيزول له تأثير فسيولوجي على الكربوهيدرات ميتابوليزم، فبيزود من معدل الجلوكوز عن طريق انه بيزود من عملية تكوين الجلوكوجينيسيس في الليفر، بيزود من معدل تكوين الجلوكوز في الليفر عن طريق تحفيزه للإنزيمات الضرورية لتكوين الجلوكوز، عفوا الجلايكوجينيسيس، عن طريق انه بكسر الجلايكوجين عشان يكون جلوكوز، بقلل من عملية
استخدام الجلوكوز من قبل الخلايا عن طريق أنه بيمنع عملية نقل الجلوكوز إلى هذه الخلايا. له تأثير على الميتابوليزم، بيقلل من عملية تكوين البروتين ما عدا الليفر، إذن هو لا يؤثر على البروتينات التي تتكون في الليفر، لكن الاكسترا هيباتيك بروتين ستورز بتقل. ليش؟ لانه بيعمل كتابوليزم لهالبروتينات، بيحطم البروتينات وبيحرر الامينو اسيد منها، وبالتالي يؤثر هو على البروتينات الموجوده خارج الليفر. تمام، طالما انه حرر الامينو اسيد، هاي الامينو اسيد تدخل على طول، بترتفع الامينو اسيد الموجوده في البلط، وبالتالي بتاخذها الليفر وبتبدا عمليه تصنيع البروتينات. لكن الامينو اسيد هذه لا تنتقل الى المصل سيل، فبالتالي ما بتتكون البروتينات في المصل، وبالتالي لما بيرتفع الامينو اسيد في الليفر في البلد ستريم تنتقل الى الليفر، وبالتالي الليفر تستخدمها في عمليه جلوكوجينيسيس اللي هي تصنيع الجلوكوز وتصنيع البروتينات الموجوده فيها، تقريبا عن طريق عمليه جلوكونيوجينيسيس، بتصنع الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه، وايضا بيزود من معدل تصنيع البروتينات في الليفر. اما تاثيره على الدهون فهو تاثيره مكسر للدهون، بيعمل على تكسير الدهون، فبالتالي لما بيكسر الدهون بيحرر منها الفاتي اسيد والجلوسيرول من الاديبوز تيشو، فبالتالي بيزود من معدل وجود الفاتي اسيد والجلوسيرول في الدوره الدمويه، وبالتالي بيستخدم الجلوسيرول في عمليه تصنيع الجلوكوز. ايضا عمليه تحطيم الدهون، وبالتالي بقلل، ليش بحطم الدهون؟ وبقلل من معدل دخول الجلوكوز الى الدهون الى الفات سيل، بالتالي مش حتتكون عندنا دهون، اذا هو بكسر الدهون وبمنع عمليه تكوين دهون جديده في الخلايا الدهنيه. بيعمل عمليه اعاده توزيع للدهون في الجسم بحيث انه يزود من معدل ترسيب الدهون في منطقه الجذع والوجه، وبقلل من كتله الدهون والعضلات الموجوده في الاطراف، في الاطراف اللي هو الاكستريميتي اللي هو اطراف الايدين والذراع والفخذ، وايضا بيزود من الشهيه. له تاثير انتي انفلاماتوري، هو تاثير مضاد للالتهاب عن طريق انه بيزود من معدل الاستابيليتي لممبرين اللايزوزوم، فبالتالي ما بيكسر اللايزوزوم ويبقى انزيماتها الحاله موجوده داخلها، لانه يعني انزيمات الحاله هي لما تطلق من اللايزوزوم بتزود من اللي هو الانفلاماتوري رياكشن، فبالتالي الكورتيزول له تاثير انتي انفلاماتوري، بزود من الاستابيليتي تبعت اللايزوزوم الممبرين، بقلل من الفازو دايليشن للاوعيه الدمويه، بقلل من البيرمابيليتي للشعيرات الدمويه، بقلل من نفاذيه الشعيرات الدمويه، بقلل من هجره الكرات الدم الحمراء، وبالتالي بيعمل تثبيط لجهاز المناعة. الكورتيزول له تأثير على خلايا الدم بحيث أنه يقلل من معدل إنتاج الإيزينوفيل والليمفوسايت، وبالتالي هو بيثبط الليمفويد تيشو، وبالتالي هذا يؤدي إلى تقليل التيسل وبقلل من معدل إنتاج الأنتيبادي، وهذا يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، بقلل من المناعة، وتقليل المناعة الآن يعتبر قاتل للمرضى اللي بيعانوا من مرض التوبركولوسيس. وتقليل المناعة بيستفيدوا من خاصية الكورتيزول في تقليل المناعة عند الناس اللي بيصير لها عملية زرع أعضاء حتى يقلل من عملية اللي هو رفض العضو المزروع. أيضا له تأثير الكورتيزول على السيركوليشن بحيث أنه بيزود من سوائل الجسم، بيزود من تماسك الأوعية الدموية، والكورتيزول أيضا معدل الكورتيزول بيتأثر بالووتر انتيك، اللي هو تناول الطعام، بتناول عفوا الماء. الكورتيزول له تأثير على المينرال كورتيكوز، لكن تأثيره ضعيف ليس كتأثير الألدستيرون. أيضا بنظم البلد بريشر، ضغط الدم، وبنظم الكارديوفاسكولار فانكشن عن طريق انه بيخلي الارتريولز حساسه لتاثير النور ادرينالين، وايضا بيقلل من نفاذيه الشعيرات الدمويه، وايضا هو مسؤول عن تنظيم النورمال رينال فانكشن، يعني وظيفه الكليه الطبيعيه، بيساعد على تنظيم وظيفه الكليه الطبيعيه. له تاثير على السنتر نيرفس سيستم
بحيث انه له نيجاتيف فيدباك كنترول على اطلاق الاي سي تي اتش، حيث انه الكورتيزول لما يطلق توصل اشاره تمنع انتاج الاي سي تي اتش، وايضا بيعمل على تحسين الاحساس والمشاعر، وايضا له تاثير على المينرال ميتابوليزم بحيث انه هو فعله مضاد لفيتامين دي، له تاثير على الجي اي تراكت قناه الهضميه بحيث انه بيزود من معدل اطلاق الاتش سي الحمض المعده. له دور مهم جدا في الديفلوبمنت بحيث انه بيعمل على ريجوليشن ل عملية الماتوريشن لأعضاء الجنين، وأيضا فبالتالي بيساعد هو على تكوين طبقة السيرفاكتانت، وطبقة السيرفاكتانت هي عبارة عن فوسفوليبيد بتكون مسؤولة عن اللي هو حساسية وتنشن وتوتر الألفولار سيرفيس اللي هو للشعير الحويصلات الهوائية الموجودة في الرئة خاصة عند الأجنة، وبيثبط اللي هو النمو الطولي للأطفال عن طريق له تأثير مباشر على البون وعلى الكونكتيف تيشو. الكورتيزول بيمنع ترسيب الكالسيوم في العظام، بيحرر الكالسيوم من العظام، فبالتالي بيأثر على النمو الطولي للأطفال، وتأثيره أجي هذا التأثير من تأثيره المباشر على البون والكونكتيف تيشو اللي هو الكونكتيف تيشو. الآن في عندنا مرض يسمى كوشينج سيندروم. كوشينج سيندروم يتميز بزيادة في معدل جلوكوكورتيكويد تحديدا الكورتيزول، هذا يحدث في العقد 30-60 من العمر، نجد أنه نساء أكثر عرضة له، فبين 4 نساء هناك واحدة تصاب. الأسباب قد يكون بسبب علاجات الكورتيزول فارماكولوجيكال، أخذ الشخص ثمانية الست هذه أو هذا الشخص تناول كورتيزول، أو بسبب البيتيوتري أدينوما، وهذا يحدث يعني نسبة الكوشينج سيندروم بسبب ورم في البيتيوتري جلاند يحدث نسبة 75-90%. ممكن يكون أدرينال أدينوما، وهي ممكن أدينوما هي يكون كارسينوما يعني سرطان في الخلايا المنتجة للكورتيزول، أو ممكن اللي هو العلاج بالـ ACTH يؤدي إلى كوشينج سيندروم. ما هي أعراض الكوشينج سيندروم؟ بيكون في ترسيب للدهون في منطقة الجذع، في منطقة الجذع بصير في سنترال اوبيزيتي، بصير سمنة لكن في منطقة السنتر، في بافالو هب بصير في عنده اللي هو بروز زي اللي هو موجود في الجاموس، بروز من الدهون. مون فيس بيكون في الفيس دائري وممتلئ بسبب ترسب الدهون في منطقة السبكيوتينس تشو لمنطقة الخدود، وبيكون في عنده بيربر استراي اللي هي عبارة عن حز أو خطوط لونها بنفسجية في الجسم، منطقة الترنك والأرداف والفخذ. نجد أنه بيكون عنده ارتفاع في معدل الجلوكوز، وهذا الارتفاع بيؤدي إلى أنه الشخص يكون عنده ارتفاع مزمن للسكر، والحالة بتكون أدرينال ديابيتك. ونجد أنه بعد ذلك يؤدي ذلك هذا الارتفاع في السكر إلى موت البيتا سيل الموجودة في البنكرياس، بتبطل تفرز أنسولين. أيضا نجد أنه هذا الشخص يعاني من صعوبة في التئام الجروح نظرا لأن الكورتيزول بيضعف جهاز المناعة، وهي نفس الفكرة هنا لا البربل استراي موجودة على منطقة الجذع على الأيدي والبطن. أيضا في عنا مرض آخر ممكن يعاني فيه الشخص من أدرينوكورتيكال إنسافيشنسي، وهي نقص في الكورتيزول، وممكن يكون السبب برايمري خلل في الأدرينال إجلاند، وهو مرض يسمى أديسون ديزيز. أديسون ديزيز ممكن يحدث بسبب أوتوميون ديزيز أو تيومر إنفكشن هيموريج أو ميتابوليك فيلر، أو اللي هو العلاج بكيتوكونازول. أما سكندري كوزز معناته السبب حيكون على مستوى البيتيوتري جلاند، بيكون هايبو بيتيوتريزم، فيش إنتاج للأي سي تي اتش، بالتالي لن تستجيب الأدرينال إجلاند إن تفرز الكورتيزول. ممكن يكون في عندنا سبريشن بفعل إكسوجينس ستيرويد. إيش الساين والسيمتومز اللي بيعاني منها مريض اللي بيعاني من عدم إفراز للكورتيزول؟ بيعاني من تعب عام، ضعف ويكنس، ضعف في عنده أنوركسيا،
قلق وتوتر واللي هو قلة النوم، بغثيان، نقص في الوزن، في زيادة تصبغ على الجسم، انخفاض ضغط الدم. النساء لو تعرضت ست إله بتفقد اللي هو الشعر الموجود في منطقة الإبط ومنطقة العانة، ويؤدي ذلك إلى انخفاض حجم السال، يؤدي إلى شوك، إلى صدمة ممكن يموت فيها هذا الشخص. انخفاض الكورتيزول بيقلل من معدل السكر، فبالتالي بيصير فيش تنظيم لمعدل الجلوكوز في الجسم، وأيضا لا يستجيب هذا الشخص أو لا يستطيع التعامل مع السترس، تمام، لأنه فيش إفراز للكورتيزول. في حالة الأدرينال كريسيس اللي هي في حالة اللي هو انخفاض الشديد جدا لا إنتاج الكورتيزول، نجد إنه بيكون هذا الشخص يعاني من أسثينيا اللي هو التعب عام، بالإضافة إلى وهن عام، أسثينيا وهن عام، بالإضافة إلى ألم في منطقة البطن. العلاجات جلوكوكورتيكويد ومينيرالوكورتيكويد كاربليسمنت ثيرابي. الآن نيجي لهرمونات أخرى تفرز من الأدرينال جلاند، هي الأندروجينز. وهي الأندروجينز زي ما حكينا إنها بتزود من الماسكولايزيشن، بتزود من المصز وظهور الصفات الذكريه، وبالتالي بتزود من البروتين ميتابوليزم والجروث. من ضمن الاندروجينز هي التستوستيرون، ولكن التستوستيرون يفرز من التستس وهو يعتبر الموست اكتيف اندروجينز عند الرجال. سكريشن لا الاندروجينز بيكون تحت تاثير الاي سي تي اتش، وعرفنا لو كان خلل في الهرمونات في الانزيمات الضروريه لتحويل التكوين الكورتيزول، فيتجه البريجنينون الى انه يتكون الاندروجينز بشكل كبير، وهذا يؤدي عند الميل. اذا حدث هاي الحاله عند الميل نجد زياده، اذا زاد عنده الاندروجينز بيعزز الصفات الذكريه عنده، واذا حدث عند الطفل قبل البلوغ نجد انه هذا الطفل بصير عنده بلوغ مبكر، واذا حدث عند النساء بصير عندهم اللي هو سيدو هايبر مفروديزايت دايتيزم اللي هو ظهور صفات ذكرية عليها، اللي هو ظهور اللي هو صفات الذكرية الجنس الثانوية، انه بصير ظهور في شعر في اماكن مش متعارف على ظهورها عند النساء، بزيد من اللي هو المصل ماس، وبزود من اللي هو غلاظة الصوت عندها. الآن أيضا الأدرينال مضلة هي تعتبر الجزء الثاني من الأدرينال جلاند، بتكون 28% من الأدرينال جلاند، وهي تتكون من خلايا متصلة مع بعضها البعض على هيئة كوردز، وتتكون من جرانيولز. هذه الخلايا مفرزة لهرمون الابنفرين والنور ابنفرين، وايضا تفرز الدوبامين. الدوبامين ايضا يفرز من الادرينال مضله، لكن مش معروف نوع الخلايا اللي بتفرز الدوبامين. الادرينال مضله هي معروف انها بتفرز هرمونات، وهي الهرمونات تسمى الكاتيكولاميز. اذا الكاتيكولاميز هي عباره عن الادرينالين والنور ادرينالين بالاضافه الى الدوبامين. اذا عمليه التكوين تنشا من التيروسين، من التيروسين، وبفعل اللي هو تيروسين هيدروكسيليز بتكون الدوبا، والدوبا بفعل الدوبا ديكربوكسيليز بيكون الدوبامين، وايضا بفعل الدوبامين هيدروكسيليز واسكوربيك اسيد بتحول الى النور ابنفرين والى الابنفرين. ما هو تاثير الابنفرين والنور ابنفرين؟ وجدوا انه تاثيرهم يحدث بوجود ريسبتورز، نوع من الريسبتورز هي الفا وبيتا ريسبتورز، ونجد انه الابنفرين والنور ابنفرين بيفرز من ادرينال مضلة، هي نفس تاثير الابنفرين والنور ابنفرين التي تفرز من النيرفس سيستم. النور ابنفرين والابنفرين بتشتغل على لها تاثير على الميتابوليك افكت، فهي بتعمل عمليه تكسير للجلايكوجين الموجود في الليفر والسكليت المصل، وبتزود من معدل البلازما لاكتيت، وبتزود من معدل الميتابوليزم. النور ابنفرين بيسبب فازو كونستريكشن، انقباض للاوعيه الدمويه عن طريق الفا 1 ريسبتور، بينما النور ابنفرين والابنفرين بتتشارك بزياده قوه الانقباض
للأوعية الدموية، ومعدل انقباضها عن طريق ارتباطها بريسبتورز بيتا 1 ريسبتور. الابنفرين بيعمل فازو دايليشن للأوعية الدموية الموجودة في السكيليتال المصل والليفر عن طريق اللي هو ارتباطه ببيتا 2 ريسبتور. التأثير الفسيولوجي للدوبامين مش معروف تحديدا تأثيره الفسيولوجي في الدورة الدموية، لكن وجدوا انه له تأثير بوزيتيف افكت على القلب، بحيث انه بيزود من السيستوليك بريشر ولا يؤثر على الديستوليك بريشر. وجدوا انه الكاتيكولاميز بشكل عام بتزود من حساسية عضلة القلب، وبالتالي بتخليها في تهيج مستمر، انقباض، يعني بتزود من معدل انقباضها. يعطيكم العافية.